كما ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد حمد صباح سوار، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة، ولو تحدثنا عن جهود الإدارة العامة للدفاع المدني في التعامل مع حادث شركة بابكو للتكرير والروائح المنتشرة في المناطق. أحب بداية أمسي عليكم وأبين أن الإدارة العامة للدفاع المدني إحدى جهات خدمات الطوارئ اللي تعمل على مدار ساعة للحفاظ على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات وفق رؤى واستراتيجيات وزارة الداخلية وتوجيهات سيدي معالي وزير الداخلية ومتابعة سيدي سعادة رئيس العام رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، واللي تلعب دور محوري في دعم جهود الجهات المختلفة، حيث استمرت جهود الإدارة على رأسها مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني منذ بدء الأمطار الاستثنائية اللي تعرضت لها المملكة، ومن ثم دعم وزارة النفط والبيئة بشكل عام وضبكو والمجلس الأعلى للبيئة بشكل خاص، حيث خصصت الإدارة عدد 9 آليات مختلفة وعدد 30 ضابط وفرد على مدار الساعة لدعم جهود شركة بابكو في السيطرة على الحادث، بالإضافة إلى دراسة السيناريوهات المختلفة والمخاطر اللي قد تحدث وإعداد الخطط الاستباقية للتعامل معها وفق توجيهات اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية وتأمين كذلك المنطقة من خطر الحريق لا قدر الله. كما وتساهم الإدارة أيضا في قياس الانبعاثات والروائح والاستجابة للمناطق المختلفة لدعم جهود المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الصحة لقياس وتأمين المواقع المختلفة وفق منظومة وزارة الداخلية المتكاملة ضمن الطواقم الطوارئ المختلفة المتواجدة في الوزارة. نعم، الرائد حمد صباح سوار مدير إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.